خلينا بقى نروح دلوقتي للدوري ودوري جاليات السورية. وحلو قوي ان انا ابقى كمان موجود في بلد وببتدي فيها وبكبر وكمان مهتم بجوانب مختلفة في الحياة ومنها الرياضة. فمعلش يمكن الفقرة اللي فاتت عدى عليها شهور، فعايزين نسمع من الاول من حضرتك، فخلينا نعرف منك اصلا الفكرة جت ازاي. طبعا احنا جينا مصر من حوالي 5 سنين انا والكابتن اخويا، واحنا مدربين طبعا مؤهلين ومعتمدين في الاتحاد السوري والاسيوي والدولي، يعني مش معتدين على المهنه دي، مهنتنا دي مهنتنا الاصليه، فعملنا ده. فاحنا جينا هنا وقررنا نعمل دور اكاديميه، نشتغل في التدريب اكاديميه للسوريين، ومش بس السوريين، انا بس بستقبل اي جنسيه. اي حد مصريين، عندي مصريين وعندي يمنيين وعندي اريتريين وعندي بكافه الجنسيات، يعني ما بمنعش حد يدخل في الاكاديميه، لان يعني دي اكاديميه للجميع. اي حد بحابب يجي يسجل ويتعلم كره ويبقى لعيب ما عنديش مانع يعني. فاحنا انطلقنا من طريقه انه نعمل اكاديميه للسوريين واكاديميه رياضيه نستمر بها، يحققوا الاولاد دول يمارسوا هواياتهم في مصر العربيه، طبعا مصر ام الدنيا طبعا. فانطلقنا من طريقه انه نعمل اكاديميه، وابتدينا من حوالي 5 سنين تقريبا، وكانت الحمد لله في البدايه كانت حققت نجاح كبير. يعني كان في إقبال كبير. استمرينا الحمد لله بمجهودنا احنا الشخصي، وكنا عايزين ناخذ ملعب كبير، ما قدرناش نحصل ملعب كبير، خدناه فتره قليله، مرنا الشباب عليهم فتره قليله، وكنا بناخذ ملعب خماسي ونتدرب في ملعب خماسي. بس برضه حضراتكم ماشيين يعني ايه بخطوات ثابته، يعني الصغير ده بيكبر مع الوقت، واللي مش قادرين تحققوه دلوقتي مع الوقت ان شاء الله تقدروا تحققوه. يعني اكيد حضرتك النهارده مش زي اول يوم جيت فيه، اكيد الوضع اتطور يعني. بس احنا جائحه كورونا هي اللي كانت عقبه في وشنا، جائحه كورونا اللي كانت عقبه في وشنا، ده عقبه في وش العالم كله. جائحه كورونا دي وقفت حال الجميع يعني، ووقفنا فتره طويله عن التدريب واللعب، الناس بقت وضعها يعني صعب قوي في وضع كورونا. نتمنى بقى زوال هذه الجائحه ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يفرجه يا رب. طب عملتوا او قابلتوا برضو لعيبه مدربين مصريين؟ يعني التعاون برضو ازاي شكله؟ احنا تعاملنا مع مدربين كبار في مصر وزمايلنا وحبايبنا واصدقائنا، منهم من الجنرال فكري صالح ومنهم من الكابتن الحضري. طبعا الكابتن الحضري عامل اخويا معاه دوله مدربين وكان هو بيكرمه، والكابتن، وقابلنا الدكتور محمود سعد رئيس المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، كابتن الدكتور ده محترم جدا، وكلهم كويسين احسن مننا يعني، ناس طيبة قوي وناس محترمة وفاهمة في الكرة. احنا تعاملنا معهم كتير ولحد دلوقتي بنتعامل معهم ومتقابل معاهم. بس حضراتكم يعني مركزين اكتر، او ده اللي باين لنا يعني، حضرتك وكابتن معتز شقيقك مركزين اكتر مع الاكاديمية السورية لتعليم مهارات كرة القدم. هل فكرتم ان انتوا تدربوا فرق عاديه في الدوري المصري، سواء الدوري الاول او الدوري الممتاز به؟ يا ريت يعني. هل سعيتوا خدتوا اي خطوه تجاه تحقيق هذا الامر؟ احنا متمنين والله، قدمنا وعلى اساس نشتغل، بس ما جاتش الفرصه لسه. ما هو برضه ما تنساش عشان موضوع الجائحه اللي كنا لسه بنتكلم فيها، اكيد برضه ما جاتش الفرصه. يا ريت والله تكون مع الطلبه، نتمنى ندرب في الدوري المصري وفي الانديه المصريه. بس الفكره مطروحه، الفكره انتوا حابينها. ربنا يجزيه خير الجنرال فكري صالح، خد اسمعنا وان شاء الله انا هامن لكم عمل في الانديه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله هنا. طيب لا تفضل تفضل تفضل.